يوتيوب، فيسبوك، انستغرام أبرز المنصات التي تمنح مشتركيها فرصة الحصول على المال مقابل عرض فيديوهاتهم وحصولهم على عدد كبير من المشاهدات، وبات ذلك مصدر دخل للكثيرين من مشاهير السوشيال ميديا. يبدو أن سناب شات قرر السير على نفس الخطى، وذلك بتقديم $1,000,000 لمستخدميه كل يوم، إذ يسعى سناب شات لتشجيع الناس على نشر صور وفيديوهات مقابل حصولهم على جزء من تلك الجائزة اليومية من لقطاتهم الأكثر انتشاراً. طبعاً تعد خاصية سبوتلايت الجديدة أكثر الجهود جدية من جانب الشركة لمشاركة الأرباح على نطاق أوسع من المستخدمين، بدلاً من مجموعة محدودة من أشهر صناع المحتوى. سناب شات نشر إرشادات للراغبين بالحصول على حصة من $1,000,000. ما هي تلك الإرشادات؟ الشركة تحث على أن يكون المحتوى إبداعياً، إذ ستعرض خاصية سبوتلايت اللقطات الأكثر إمتاعاً من مجتمع سناب شات بأكمله في مكان واحد، وستصبح أكثر ملائمة لكل مستخدم بمرور الوقت بناء على تفضيلاتهم. عند نشر الفيديوهات سيتم حجب ملفات أصحابها الشخصية، وهي خطوة تسمح للمبدعين بالمشاركة في إنشاء المحتوى دون المخاطرة باهتمام غير مرغوب فيه، ويتيح عدم الكشف عن الهوية الترويج للخاصية ومحتواها باعتبارها تقوم على نظام الاستحقاق، حيث لا تكون للشهرة السابقة أهمية. يجب إرسال مقاطع الفيديو إلى فريق مسؤول عن المشروع كي يتقرر تأهيلها للحصول على الأرباح، ويعتمد مقدار ما يحققه الفيديو لصاحبه على صيغة معقدة لكنها تتضمن بالفعل عدد مرات المشاهدة. من شروط المحتوى أن يكون سن المستخدمين هو 16 عاماً أو أكثر لكي يتم الدفع لهم، أن يلتزموا بمجموعة من القواعد بعضها يتعلق بحقوق النشر والرعاية والمخدرات والكحول. المشاركة في $1,000,000 لن تكون متاحة في العالم العربي في الوقت الحالي، إلا أن سناب شات أشارت إلى احتمال توسيع تلك الجائزة على نطاق بلاد أكثر، وهذا هي بعض من التغريدات أو ردود الفعل من العالم العربي. مستثمر اقتصادي هذا اسمه، المنصات تحاول البقاء، سناب شات يفكر في دفع $1,000,000 بشكل يومي للمقاطع الأوسع انتشارا. الله يعين على التصوير السماجات من بعض البشر. أما هنا علي آل شهران فيقول: البرامج كلها كوبي بيست من بعض، يا ليت يندمجون في برنامج واحد ويفكونه. سعودي أندرويد، هذا الأندرويد السعودي يقول: سناب شات اللي كانت سيدة الإبداع في يوم ما اضطرت هي الأخرى لأن تنسخ إكسبلورر تيك توك. مثلما أشار بعض المغردين فإن مشروع سناب شات الجديد يأتي في ظل منافسة في سوق مواقع التواصل يتصدرها تيك توك بنحو 850 مليون مستخدم حول العالم، بينما يبلغ عدد مستخدمي سناب شات حوالي 250 مليون. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر سكايب من كارديف الكاتبة والمؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي فوز الشيباني. مرحبا بك فوز. هذه الخطوة من سناب شات برأيك هو الهدف فقط زيادة عدد المشتركين، أم هناك بعد تجاري في الشركة؟ مرحبا رانا، سعيدة جدا وجودي هنا مرة ثانية. أعتقد أن حركة سناب شات في اقتباس بعض البرامج كتيك توك أو غيرها هي حركة تجارية أكثر من أنها هي حركة قد تساعد الناس أو أنها غير مربحة. فلذلك أعتقد أن هي استغل سناب شات هذه الحركة حتى يستعيد بريقه الذي انطفأ خلال 2020 بسبب وجود برامج أخرى ومواقع تواصل أخرى كتيك توك الذي غطى على أكثر من، ليس فقط سناب شات بس على الإنستغرام وكذلك الفيسبوك والتويتر. فلذلك أعتقد أن سناب شات يستخدم هذه الحركات فقط ليستعيد. طيب فوز، ربما يعني صح سناب شات ليس بالمستوى أو بعدد المشاركين في تيك توك وبرامج أخرى، ولكن لماذا في العالم العربي وفي الخليج هناك شعبية كبيرة
لسناب شات؟ أعتقد لأن المؤثرين العرب سببوا يعني دفعة لهذا البرنامج سناب شات. لو تلاحظي من فترة بسيطة فقط أعلنت أحد المؤثرات العربيات، أعتقد أنها نهى نبيل، أنها هي كعادة أكبر نسبة مشاهدة من ضمن حول العالم. فهي هذه عبارة عن تأثيرها، هي تأثير المؤثرين العرب كيف يستخدمون هذا البرنامج. فلذلك أن المجتمع العربي أو المجتمع الموجود في الشرق الأوسط اعتمد على هذا البرنامج، أو أن أصبح يدخل إلى هذا البرنامج وأصبح كثير انتشار بسبب المؤثرين العرب، أن كان لهم بصمة في أو مساعدة هذا البرنامج أن يكون منتشر بنطاق أوسع. فوزة الشيباني، الكاتبة والمؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك، تحدثت لنا من كارديف. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.